بالنسبة للبنان عندنا تعيين وتحديد وترسيم وتسميد بعصبة الأمم بست شباط سنة 24 بعد بولينيو كومب وبعد الهندي اللي بتنص بالمادة الخامسة انه حدود الحدود الدولية هي خط الهندي. لبنان واسرائيل بين 5 و15 كانون الاول قاموا بعملية ترسيم فيها محضر من 12 نقطة وفيها خرائط. هاي الخرائط ومعترف فيهم معترف فيهم بالأمم المتحدة. لا المعترف بالأمم المتحدة أكيد إني كانوا مشرفين يعني وقت اللي عمل الترسيم بين 5 و15 كان في أمم متحدة محضر موجود. هلأ بالنسبة لحدودنا مع سوريا هذه مش داخلة بهذا الموضوع. مزارع شبعة والغجر وتلالك فرشوبة وأيضا انتبه نخيلي بين اثنين يعني بين حدودنا مع إسرائيل وحدودنا مع سوريا هذه خارج النقاش كمان لأنه نحن مرسم الحدود والكلام اللي عم يقول أنه بدأ ترسيم هذه الخريطة الترسيم 46 الحكومة السورية من خلال عدنان الخطيب ورفيق الغزاوي اللبناني وداكي سوري مرسمين. ما في أي تشكيك بنزاهة ومصداقية وتمثيل الوفد، إنما بدنا نودي نفاوض العدو الإسرائيلي متمهني بسموه، منودي أرفع شخصيات تتحمل هي المسؤولية بالترتبية. بسام ياسين بيجي رقم تالي، رقم ثلاثة في قبل منه رئيس أركان لا ما راح، في فوق قائد جيش. طيب قائد جيش ما بيروح، أوكي هيدي مفروغ منها. الجيش عنده مديرية شؤون جغرافية، في مدير شؤون جغرافية شغلته مفروض تكون لا ما راح بالوفد، لا ما انه جزء من الوفد. معناتها الوفد هو وفد مدروس سياسيا لحتى يقدروا يعملوا دينايل ساعة البدون يتهربوا من المفاوضات، وأن المفاوضات تكون على مستوى أنه نحن ما اعترفنا بإسرائيل من بعد ما دول العربية كلها اعترفت بإسرائيل، من بعد ما منظمة التحرير الفلسطينية اعترفت بإسرائيل، من بعد ما العالم كله رايح على أن نحن بدنا نرسم حدود مع عدو ما منعترف فيه ما بدنا نقعد معه، وبالتالي منودي ممسحة ما منودي معك. برجع بالكون مع احترام ورفقاتي بعرفهم وبعرفهم كتير منيح، أنا برأيي عم بيتهربوا، أولاً عم بيتهربوا لأنه مزروكين، ثاني شيء بدهم يعطوا لحالهم مساحة للنكران انه نحن ما فوضنا وما عملنا شيء، ثالث شغلة بدهم يربحوا وقت. هودي ثلاث شغلات عم بيعملون بهالوقت. سنة 2018 بيجي السيناتور داري العيسى بيجي داري العيسى ومعه وفد من امريكا بيجوا على اسرائيل، ومن اسرائيل بيجوا على لبنان بقبل 2018 وبيجوا بيعرضوا ما يلي ومسؤول عن كلامي لأنه هيدي نقلا عن داري العيسى، بيقولوا إسرائيل مستعدة تنسحب من 13 نقطة يلي هي خرقة فيهم الحدود اللبنانية، اعترفت بالخرق ومستعدة تنسحب منهم في نقطتين بدهم مفاوضات يلي هني بمنطقة العدايسة وبمنطقة بمنطقة بتوقع بإصبع الجليل. النقاط دي يعلم الشعب والنقورة وبيعرفهم يعني عن الخريطة قدامه، أنا منا قدامي دونك في 11 نقطة هودي ما في أي خلاف عليهم مستعدين ينسحبوا منهم، وفي نقطتين بيفاوضوا عليهم لحتى يقدروا يراقبوا لأنه في مناطق ما فيهم يشوفوها، ومستعدين يفاوضوا على مزارع شبعة كانوا عن شرط لبنان يقبل بخط هوف وننتهي ونبلش نستخرج الغاز وهن يبلشوا يقدروا كمان يصدروا الغاز تبعهم بدون ما يكون في تهديد من قصف من الأراضي اللبنانية من قبل حزب الله. الرئيس عون إبيل وبعت وراء الحريري وبعت وراء بري كلهم افتكروا بوقتها أنه تألفت الوزارة، كان الحريري مكلف بتأليف الوزارة، بلغهم هالشي تنختصر الحديث نبيه بري ما إبيل رجع إبيل بعدين ورجع إجا ساسرفيلد إذا بتتذكروا وبلش ساسرفيلد يعمل رحلات مكوكية بدون أي تسريب وتوصلنا لخطوف يلي اليوم بدهم يرجعوا يتفاوض عليه، وتوصلنا للانسحاب من 13 نقطة ورجع اللبنانية وقفوا المفاوضات من وهون وفقا لديفيد شنكر انه المفاوضات وقفت بسبب نبيه بري.
اليوم رجع نبي بري بعد بعد العقوبات على علي حسن خليل، رجع قبل باستمرار المفاوضات. أنا بحب أقول شغلة، يعني إسرائيل شو عاملة؟ نحن حسب اتفاقيات بولينيوكوم رأس صخرة الناقورة، شايفين هاي الرأس الصخرة؟ هي نقطة بوردر بوت، نقطة واحدة للحدود، فأمنها شوي. إسرائيل نقلت، إذا كانت هاي الصخرة هي الرأس، الخط بينزل نزول عليها شوي دكتور خليفة. الخط بينزل نزول، ايه نقلتها 30 متر طلوع النقطة، صار الخط يطلع طلوع بين الخط الفوقاني بعد ان تعلت نقطة الحدود. اذا هي الخط الازرق، هي بالخط الازرق صفى عندك 1700 كيلومتر مربع فرق على حساب لبنان. سألتي شو الفرق بين 1701 والهدنة؟ في فرق كبير. بال 1701 مثل ما تفضل الجنرال خليل، هيدا خط انسحاب مش خط حدود دولية بتصريح الأمم المتحدة يعني. بس حكي ال 1701 خمس مرات عن خط الأزرق. نحنا منو حكي، أنا كان رأيي يعني وأنا قلته بالصحف، المفروض كان إطار التفاوض يكون كل القرارات ذات صلة، يعني بولينيو كومب اللي عمل ترسيم الحدود، بالترسيم في دقة، في إحداثيات، ما في لعب. هذا اسمه خط الحدود الدولية. المادة الخامسة من الهدنة أكدت أن خط الهدنة هو خط الحدود الدولية، يعني خط بولينيو كومب. بعد الهدنة أعادوا الترسيم بآخر 49 15 على ذات النقاط مع الأحداثيات، أعادوا ترسيمها، أعادوا إحياء النقاط الحدودية. هلأ وفي محاضر بلجنة الهدنة بإشراف الأمم المتحدة تدل على انه هالحدود حدود، فوتونا بعدة خطوط، فلحتى يضيعوا الشنكات. المفاوض اللبناني هلأ منيح اللي فيه بال 1701 ذكر للحدود الدولية، انتبه. يعني انا موقفي برفض الخط الازرق، بأكد على الحدود الدولية اللي هي اسرائيل ولبنان عاملين ترسيم عليها، وبالتالي مصالحنا، وبالتالي بالبر والبحر. يعني من هون بنفهم ليش ربط البر والبحر من بعض السياسيين اللبنانيين، لأنه إذا مشي الـ 1701 بده تطلع نقطة 30 متر، بده يروح من لبنان 1700 متر مربع، بينما إذا بقيت رأس الناقورة مثل ما بتقول بولينيو كوم، مثل ما بتقول خط الحدود الدولية، ينزل حدود بقلب كريش. يعني حتى بئر كريش الإسرائيل بدها تلزمه، نحن إلا نصه. إذا رجعنا لحدود الهدنة، حرمون إلنا للبنانيين؟ الهدنة ما لها دخل بحرمون، هيدي هوني حدود مع سوريا. مين عملنا ترسيم حرمون لإلنا؟ حيث معنا خبر إنه حرمون بعدني. لا ما بعدني قايل لك، ما بعدني ما اعطيك الخريطه يا جيزه. معلش هي خبريه انه ما بدنا ورقه من سوريا بدنا نطلع منها. نحن اساتذه اكاديميين، وهي الدوله التعيسه صرت اعطيهم الوثائق 10 مرات، وقلت لهم يا عمي وزعوها على مجلس الامن وترجموها لعده لغات. هلا من تقرا مزاميرك، هيدي ترسيم الحدود يا جيزه يا حيل وسيعه، من 46 بين لبنان وسوريا بمزارع شبعة، وفي اتفاق يحول اتفاق، هذا هو الاتفاق، ماضينه اللبنانيين والسوريين، هذا هو الاتفاق، تاريخه ب 27 3 46
في ترسيم حدود خطي وترسيم حدود جغرافي بين لبنان وسوريا، بس اثنينهم بدون يقبروا الشيخ زنقي بلبنان وبسوريا، وبدون يخلوا الإشكال موجود. قبل 67، قبل سنة 67 كان، لا ارجع ل 58، ب 58 كان والدرك عندهم مخفر بما يسمى بمزارع الشبعة، يعني بالمنطقة فوق، وهي المنطقة صح. منطقة التهريب، ويلي بيهربوا فيها أكتر شيء هني ولاد كفرشوبة وولاد العرقوب، ومن الناحية السورية ولاد الجولان، كان محط التهريب، وكان الشرطة اللبنانية والشرطة السورية شغلتها وقف التهريب. سنة 58 احتلت مزارع شبعة من قبل مسلحين سوريين، وفتحوا معركة مع سكنة مرجعيون، وانسحبوا بأيار 1958 عند الإنزال الأمريكي. بعد انسحابهم تقاعست السلطة اللبنانية ولم تعد المخفر إلى مكانه، ما عد في مخفر فوق، في الجمهورية اللبنانية مع مخفر بس ما في حدا. رجع التهريب ما هب ودب، السوريين طلبوا من اللبنانية رجعوا طلعوا المخفر لفوق لنوقف التهريب. اللبنانية تقاعسوا، عم اختصر كتير، بيفوتوا السوريين بياخدوا المخفر وبيقعدوا هن بيعملوا نقطة حدودية. سنة 67 وقت الإسرائيل احتلت الجولان، كانت الجهازية العسكرية السورية ممتدة إلى مزارع شبعة، وتم احتلال مزارع شبعة بحرب 67. والأمم المتحدة من بعد ما وقف إطلاق النار وجهت سؤال للبنان ولسوريا والأردن ومصر، اعطونا شو عندكم أراضي محتلة. سوريا عطت، الأردن عطى، مصر عطت، لبنان كان الرئيس شارل حلو رابطي بوقتها والرئيس رشيد كرامي قرروا اثنيناتهم يقولوا انه ما عندنا اراضي محتله. ايه سنة 2000 وقت انسحبت اسرائيل من الجنوب كان بدهم عذر للابقاء على سلاح حزب الله. اسرائيل طبقنا ال 425. السيد في حينه راح على دمشق، وعلي المملوك، اللواء علي المملوك هو اللي قال له مزارع، في قصه مزارع شبعه. فهون اثاروا موضوع مزارع شبعه لعدم دخول الجيش الى الجنوب، أخروا دخول الجيش على الجنوب من 2000 لل 2006 بسبب هالقصة هايدي، وأكثر من هيك للإبقاء على سلاح حزب الله. ورح أنهي حديثي عن مزارع الشبعة. أول ما الرئيس ميشيل سليمان استلم وعمل زيارة وحيدة لسوريا، لما أثار موضوع مزارع الشبعة مع بشار الأسد في حينه، رفض بشار الأسد يطلع يعترف بلبنانية مزارع الشبعة، وبالتالي بالعلن مزارع الشبعة اللبنانية لازم نضل حملين سلاح لحتى نحررها، وبغير العلن السوريين بدهم إياها، بدهم يحطوا إيدهم عليها، والإسرائيلية عاملين شماعة مشان لحتى يخلوا الكونفلي موجود أو ما يخلوا الكونفلي موجود. بالنسبة لتنرجع لإسرائيل شو بده وللبنان شو بده، لبنان بده اللي بده إياه إيران، ولو لم تسمح إيران بالتفاوض لم يحصل هذا التفاوض، ومصرين الشباب أنه رايحين بس نرسم خط بحري. إسرائيل مش بس بدها ترسم خط بحري، إسرائيل تسعى إلى اتفاق سلام مع لبنان. اتفاق السلام مع لبنان يعني أن تنتفي الحاجة لسلاح حزب الله، أو أن تنتفي حجة حزب الله لحمل السلاح وللتحرير وللدفاع. لما بصير في اتفاق سلام يعني الحدود اعترفنا فيها واعترفنا بدولة إسرائيل وبالحدود البرية والبحرية ومزارع شبعة ما بعرف لوين بدنا نروح فيها. لما نعترف بها وما بقى في هون تهديد بالسلاح، هون إسرائيل ليش عم تسعى لهالاتفاق؟ لأنه الغاز الإسرائيلي برجع بقلك تصديره أسهل بكتير عبر المنطقة التجارية المحضة اللبنانية أو من خلال أنابيب أو من خلال حيالله شيء، أسهل بكتير من تصديره من خلال مصر والخط الغربي، غربي قبرص باتجاه اليونان رغم منظمة الشرق المتوسط اللي رغم من اللي بدك إياه، في كلفة، في مسافة، في كذا شغلة. وبالتالي هالاتفاق هيدا كمان ينزع المخاطر القصف منصات استخراج النفط والغاز يلي الشركات الأمريكية بدها تحطها بالبلوكات الإسرائيلية وبالبلوكات اللبنانية. بدي أذكر أنه عنا 10 بلوكات،
في عنا بلوكين تلزموا، في عنا 8 بلوكات بعد ما تلزموا، ولكن من المؤكد انه الروس رح ياخذوا مينيموم بلوك بالشمال لحتى يأمنوا جنبهم، وما بعتقد في اعتراض على الموضوع. ومن شبه المؤكد انه الثيان يمكن ياخذوا بلوك، بيبقى في بلوكات. الاكيد رح يصير، الاكيد وهون بدلي بمعلومات في كثير ناس صار عندهم اياها، الاكيد رح يصير انه الشركات الامريكيه بتخدع، وهي مش توتال كانوا عم بيقولوا توتال. توتال دجا عندها بلوكين، عندها بلوكين، ما بعتقد رح تاخذ اكثر. نحن عندنا قانون النفط اللي هو قانون جيد وقانون كتير منيح. هالقانون كان لازم يرفق بمرسوم تنظيمي، طلعوا مرسوم تنظيمي. هالمرسوم التنظيمي منقض للقانون، القانون منيح، المرسوم التنظيمي معقول معمول على قد مصالح اللي عملوه. يعني هالثروة النفطية بديل ما هل شركة توتال طلعت غاز 50 مليون دولار مثلا بشهر أو خمس أو سنة، تعطي الدولة اللبنانية تنقول 40%. عنا لائحة موجودة مش حفظ بالتفصيل للدولة اللبنانية، لشركة النفط للدولة اللبنانية تكون هي قيمة على الموضوع، تحط إيدها مثلا على مصافي النفط وعلى غيرها، وينعمل عنا صناعة نفطية ما نعد نستورد من برا، وصناعة غازية ما نعد نستورد من برا. عملوا مجال لشركات خاصة، وصار عندك كم من الشركات الخاصة يلي هي بدها تاخد من الشركات الكبرى اللي بدها تكتشف النفط. يعني معناتها الدولة يوصل لها بهالفلتراج نسبة قليلة، مش النسبة المضبوطة اللي بتأملنا تنمية وبتأملنا ازدهار للشعب اللبناني. فهيدا جوابي على المرسوم 43 باختصار، معمول تيمصوا، معمول باختصار زقيقي شوي تيمصوا حليب البقرة الغازية والنفطية بالبحر لا منظومة الفساد اللي كلنا بنعرف شو عملت فساد بهالوطن.